الثامنة من الميادين وتتابعون فيها. جيش الاحتلال يبدأ عملية برية شمال خان يونس، والمقاومة تعلن تنفيذ عمليات نوعية عديدة على مختلف المحاور ومقتل عشرات الجنود الإسرائيليين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الاحتلال يرتكب عشرات المجازر في قطاع غزة، أعنفها في حي الشجاعية. عدد الشهداء يتخطى 15,000، والصحة تحذر من فقدان المستشفيات قدرتها على استيعاب الجرحى. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ 7 عمليات على المواقع الإسرائيلية، والاحتلال يقر بإصابة 12 جنديا. تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وتؤكد الاستمرار في منع سفن الاحتلال من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي. 5 شهداء من مقاتلي المقاومة الإسلامية في العراق بقصف أمريكي في كركوك عقب استهدافها قاعدة شمال شرقي سوريا. الأمين العام للناتو يدعو دول الحلف إلى استعداد الحلف لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا، يقر بتراجع الأطلسي عن دعم كييف. أهلا بكم مشاهدينا إلى الثامنة التي نواصل فيها رصد آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة وتصدي المقاومة له. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش بدأ العمل بريا أيضا جنوب قطاع غزة شمال خان يونس. الإذاعة أشارت إلى وجود قوات مدرعة في المنطقة على أن يعمل جيش الاحتلال على توسيع العملية البرية. إلى ذلك اعترف جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل جنديين في معارك شمال غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه العسكريين إلى 72 منذ بدء العملية البرية في القطاع. في المقابل تصدت المقاومة للاحتلال على محاور عديدة، واستهدفت أكثر من 60 إسرائيليا ودمرت عددا من الآليات. كتائب القسام أكدت تفجير عبوات بتجمع لنحو 60 جنديا إسرائيليا شرق جحر الديك، كما أعلنت أن مقاوميها تمكنوا من تفجير نفق مفخخ بقوة إسرائيلية راجلة في حي الشيخ رضوان وأخرى شرق بيت لاهيا، وتفجير حقل ألغام في قوة أخرى من 8 جنود. وأعلنت القسام استهدافها أكثر من 10 دبابات وآليات للاحتلال في عدد من المحاور، إضافة إلى قصف تجمعات لجنوده شرق خان يونس ودير البلح بقذائف الهام. من جانبها أكدت سرايا القدس تمكن مقاوميها من تفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع ثاقب برميلية بدبابة إسرائيلية متوغلة قرب مسجد حجاج في منطقة المغراقة. السرايا أعلنت أن مقاوميها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم الشيخ رضوان وحي النصر بمدينة غزة، إضافة إلى الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة في منطقة أبو هداف شمال شرق خان يونس، وقصفوها بالقذائف. كذلك وصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق الرشقات الصاروخية وقذائف الهاون نحو المدن المحتلة والمستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية. كتائب القسام أعلنت قصف عسقلان برشقة صاروخية، إضافة إلى مستوطنات أميتاي وزديروت وقاعدة ريعيم وتحشيدات عسكرية شرق مستوطنة ماجين. وأطلقت سرايا القدس صليات صاروخية مركزية مركزة تجاه بئر السبع وصوفة وحوليت وزديروت ومفتاحيم وقاعدة ريعيم. وفي هذا السياق مشاهدينا نشير إلى العاجل الوارد الآن على شاشة الميادين. أعلنت سرايا القدس بأنها ستبث بعد قليل مشاهد لرشقات صاروخية قصفت بها المدن المحتلة والمواقع العسكرية، وبالتأكيد مشاهدينا سنعرض هذه المشاهد فور بثها وجهوزيتها من قبل سرايا القدس الجناح العسكري أو الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.
نتيجة استمرار العدوان اكتظ مستشفى ناصر في خان يونس بأعداد هائلة من الجرحى. العاملون في المستشفى يبذلون جهودا مضنية ومضاعفة لمعالجة الجرحى واستيعاب أعداد كبيرة من الشهداء، وقد اضطر الفريق الطبي في مستشفى ناصر لمعالجة الجرحى على الأرض، فيما توزعت الجثامين بجوار من يتلقون الرعاية الطبية. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن سقوط مئات الشهداء والجرحى في الساعات الماضية في سلسلة مجازر، فيما لا يزال عدد كبير تحت الأنقاض. المكتب أوضح أن أعنف المجازر كان في حي الشجاعية، حيث قصف الاحتلال 50 وحدة سكنية مخلفا مئات الشهداء والجرحى. المكتب الحكومي أضاف أن القطاع الصحي غير قادر على استيعاب عشرات آلاف الجرحى في المستشفيات. أعداد كبيرة من الشهداء لا زالوا تحت الأنقاض، نتحدث عن أكثر من 300 شهيد هنا في هذا المكان. أين الضمير العربي وأين الضمير الإسلامي من هذه المجازر التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في غزة؟ ولذلك حتى قضية انتشال الشهداء من هنا من هذا المكان بالنسبة لطواقم الدفاع المدني هي أمر في غاية الصعوبة، لعدم توفر الإمكانيات ولعدم توفر الحفارات ولا الجرافات، كلها استهدفها الاحتلال الإسرائيلي. نشير مشاهدينا إلى العاجل الوارد الآن على شاشة الميادين. وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن انطلاق صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل. إذن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن انطلاق صفارات الإنذار في الجولان. بالتأكيد مشاهدينا سنتحدث عن أي تفاصيل ترد تباعا فيما يخص هذا الخبر الذي أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 15500 شهيد وأكثر من 41300 مصاب. المتحدث باسم الوزارة قال إن الجرحى ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية، وحذر من أن الاحتلال لم يترك مكانا آمنا في القطاع. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة استهداف المدنيين في اليوم الثالث للهدنة، لانتهاء الهدنة الإنسانية، ولم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصد، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية عشرات المجازر المروعة والكبيرة في كافة محافظات قطاع غزة، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى. إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل عن تطور الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا من غزة مراسل ميادين أكرم دلول. أهلا بك معنا أكرم، أنت معنا عبر الهاتف من غزة. إذن أكرم، جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم بأنه يوسع العملية البرية باتجاه مناطق الجنوب، تحديدا خان يونس، وكان هناك حزام ناري في تلك المنطقة في أكثر من مناسبة. نبدأ بالوضع الميداني، كيف هو الآن في قطاع غزة؟ يعني يبدو عبد الرحمن أننا أمام حالة تخبط إسرائيلية واضحة ومكتملة المعالم، على اعتبار أن جيش الاحتلال أصلا لم يسيطر بحسب كل المعطيات وأيضا المعلومات على مدينة غزة بشكل كامل. هو فقط سيطر كما يقول نفسه على 40%، وهي المناطق الغربية من مدينة غزة، وبالتالي لم يتمكن بعد من الدخول إلى حي الزيتون والشجاعية وأيضا مناطق الدرج والنفق، بالإضافة إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأيضا مشروع بيت لاهيا. وبالتالي يعني في هذا التوقيت الذي يستعصي على جيش الاحتلال أن يتقدم باتجاه هذه المناطق، يعلن وكأنه أنجز وأنهى المهمة في مدينة غزة والشمال عن بدء عملية برية في جنوب قطاع غزة. عموما ما يجري في جنوب قطاع غزة منذ ساعات الأمس هو وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين عن طريق الشارع المعروف برقم 86. هذا الشارع تحيط بكل جوانبه أراضي زراعية، ولا يبعد عن السياج الفاصل سوى تقريبا كيلومتر مربع، وبالتالي هذه يعني المعطيات حتى الآن ما زالت على حالها. وجيش الاحتلال منذ الليلة الماضية وحتى الآن لم يتقدم بعد باتجاه المناطق الغربية من مدينة خان يونس أو
تحديدا المنطقة الواقعة وسط قطاع غزة بين خان يونس ودير البلح. وبالتالي حتى الآن جيش الاحتلال صحيح أنه يسيطر ناريا على هذه المناطق لكنه لم يتقدم بعد. هناك مقاومة عنيفة وشرسة تتصدى لهذا التوغل الإسرائيلي، ويبدو أنها بالفعل تنجح في صد هذا الهجوم كي لا يتاح لجيش الاحتلال التقدم باتجاه ناحية الغرب، وبالتالي الوصول إلى شارع البحر، وهو يعني الشارع الذي يمكن أن يفصل محافظة خان يونس عن المنطقة الوسطى من قطاع غزة. وبالتالي حتى الآن يعني جيش الاحتلال متمركز في هذه المنطقة، يقصف يعني بشكل كثيف كل المربعات المحيطة بمنطقة المطاحن، على ما يبدو تكرارا لسيناريو ما جرى في مدينة غزة تحديدا عند الوصول إلى شارع صلاح الدين، وبالتالي الوصول إلى شارع الرشيد. الاحتلال حتى الآن ما زال يعني يرتكب المجازر بشكل مروع حقيقة في كل محافظات قطاع غزة، وهذه المجازر ما زال يعني يروح ضحيتها أو تحصد في طريقها بالأحرى أرواح المئات من الفلسطينيين. مع كل ساعة نلحظ أن هناك اتساعا في رقعة هذه المجازر التي ترتكب فيها قوات الاحتلال فظائع بحق الأطفال والنساء من شمال قطاع غزة وحتى جنوبه، وحقيقة لا يتسع المجال للحديث عن أعداد المجازر المروعة التي ترتكب في كل لحظة. نحن أمام تغول إسرائيلي غير مسبوق في ارتكاب هذه المجازر، ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما لا يقل عن 23 مجزرة ما تم رصدها خلال الساعات 24 الماضية. لكن المعلوم بأنه هناك انقطاع للاتصال مع معظم مناطق قطاع غزة، وحتى يعني انقطاع للتواصل مع المسعفين والمستشفيات التي خرج معظمها عن العمل، وبالتالي نحن نتحدث عن جزء مصغر فقط مما يجري في كل محافظات قطاع غزة أمام هذه المذبحة التي تمارسها إسرائيل، والتي على ما يبدو بل المؤكد أنها تأتي في إطار حالة العجز التي ما زالت تنتاب جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية والسياسية من خلفه، وبالتالي تسعى إسرائيل لتحقيق أكبر قدر ممكن من الخسارة على صعيد قتل الأبرياء هنا في قطاع غزة. على الصعيد الإنساني حتى الآن ما زال الوضع صعب وقاس جدا. هناك تحذيرات من يعني فقدان مزيد من الأرواح لا سيما من بين الجرحى والمصابين الذين يتعذر على الطواقم الطبية في غزة التعامل معهم. على سبيل المثال نحن نتحدث عن أن كل مشافى القطاع سواء في الشمال أو الجنوب باتت مكتظة بالجرحى والمصابين، يعني هناك وصول لعشرات المصابين والشهداء دفعة واحدة إلى كل مشفى مع كل ساعة، وبالتالي هناك تحذيرات حقيقية ومطالب بفتح معبر رفح البري لتمكين هؤلاء الجرحى من السفر للخارج لتلقي العلاج اللازم. نتحدث عن أن معبر رفح ما زال مقفلا لا تدخل منه المساعدات لأهالي غزة المحاصرين، وبالتالي مع سيطرة جيش الاحتلال على طريق صلاح الدين الواقع وسط قطاع غزة وتحديدا بين خان يونس وأيضا دير البلح، نحن نتحدث عن أوضاع مأساوية وكارثية وانفصال المحافظات عن بعضها البعض، وبالتالي شح في كل مقومات الحياة بما فيها الشراب والطعام. شكرا جزيلا لك الزميل أكرم دلول مراسل الميادين، حدثتنا عبر الهاتف من غزة. مشاهدين نشير إلى العاجل الذي ورد قبل قليل على شاشة الميادين، وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بأن صاروخ أطلق من سوريا وسقط في منطقة مفتوحة في الجولان السوري المحتل. في المقابل تصدت المقاومة للاحتلال على محاور عديدة واستهدفت أكثر من 60 إسرائيليا ودمرت عددا من الآليات. كتائب القسام أكدت تفجير عبوات بتجمع لنحو 60 جنديا إسرائيليا شرق جحر الديك، كما أعلنت أن مقاوميها تمكنوا من تفجير نفق مفخخ بقوة إسرائيلية راجلة في حي الشيخ رضوان وأخرى شرق بيت لاهيا، وتفجير حقل ألغام في قوة أخرى من 8 جنود. وأعلنت القسام استهدافها أكثر من 10 دبابات وآليات للاحتلال في عدد من المحاور، إضافة إلى قصف تجمعات لجنوده شرق خان يونس ودير البلح بقذائف الهوى. مراسل الميادين محمود العواضية زار منطقة أبو عيطة في مخيم جباليا في شمال غزة، حيث وقعت مجزرة مروعة، وعاد بالتقرير التالي. نحن الآن في منطقة معسكر جباليا، واستهداف جديد من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مفترق الشيخ زايد، تحديدا في منطقة أبو عيطة، استهداف لمنزل في هذا المكان. نشاهد
حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، ولا زالت طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية حتى هذه اللحظة تحاول أن تنقذ من ما زال تحت ركام المنازل. عدد من الشهداء والإصابات تم إخراجهم من هنا من داخل هذا البيت ومن داخل هذا المكان. ولا تروح هاي اللي صار معنا، قاعدين في دورنا بأمان الله، دمروا الدار فوقنا، يا عم بالنحل يحلونا بكف اللي صار اللي عند الهان. نعم، إذن هذا هو الحال هنا، هذا هو المشهد كما نرى في الصورة، حجم الدمار كبير وحجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي. كثير نبرد كلهم تضحهم هذولا، اتفضل يا عم تعال اتفرج. هذول كلهم تحت الركام تحت الأنقاض، احنا مش قادرين نطلعهم ولا قادرين نرفعهم، لا في دفاع مدني ولا في اي حاجة ولا في اي مقومات الحياة ولا في اي اشي، يعني احنا شعب اعزل. هذا هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف الحجر ويستهدف المدنيين هنا في شمال قطاع غزة وسط عجز كبير وعجز ملحوظ من قبل طواقم الدفاع المدني التي لا تستطيع حتى هذه اللحظة التعامل مع هذا القصف والتعامل مع هذا الركام وإخراج من تبقوا تحته. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. لا تبادل للأسرى إن استمر العدوان على غزة، قالها مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين صراحة، في تأكيد واضح أنه أمام موقف حازم للمقاومة يتخبط الاحتلال الإسرائيلي بكابينات أعرج ومتعثر بحسب الإعلام الإسرائيلي نفسه. تقرير مريم عثمان. لا مفاوضات تحت النار ولا تبادل للأسرى ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرا على غزة، شروط واضحة وضعتها المقاومة لاستئناف أي محادثات بشأن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين قال للميادين: فلتكن معركة كسر عظم. لا مفاوضات إلا لوقف العدوان، إلا لوقف هذه الجرائم الحرب، ولدينا مطالب واضحة لدى الوسطاء، لا أريد التفصيل، لكن نحن أقول بشكل واضح نحن تحت احتلال، يجب أن يرحل هذا الاحتلال عن أرضنا. حسمت المقاومة موقفها بأن القضية باتت أكبر من صفقة أسرى، بل باتت تتعلق بمصير القضية الفلسطينية نفسها وحتى بالحلول المستقبلية. في هذا السياق كان تأكيد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري هو أن المقاومة مستعدة لكل سيناريوهات الإسرائيلية العسكرية، سواء الحرب البرية أم الجوية، وهي جاهزية تضع الاحتلال أمام خيار واحد وهو العودة إلى المفاوضات بحسب حركة الجهاد الإسلامي. أمام موقف المقاومة الحازم لا يخفى حجم التخبط السياسي والعسكري الإسرائيلي، عكسه إعلام الاحتلال ومحللوه في ظل تأكيده حجم التحديات التي تواجه إسرائيل في توسيع عدوانها على جنوب غزة، وما إذا كان ذلك سيحقق هدفها في إضعاف حماس. يبدو لي أننا وصلنا إلى مفترق طرق، قد نجد أنفسنا في وضع يصعب فيه تحقيق الأهداف العسكرية، وأيضا نعرض فيه حياة المخطوفين للخطر. الاستمرار بالعملية العسكرية قد لا يحقق هزيمة حماس، ويمكن أن يعرض الإنجاز العسكري للخطر. ومع استئناف آلة القتل يقر الإعلام الإسرائيلي بغياب الاستراتيجية، فوفق يدعوت أحرونوت لدى إسرائيل كابينات أعرج ومتعثر، وهي تتصرف وفقا لاستراتيجية المطرقة عبر غارة ضخمة وفتاكة تسبب كثيرا من الدمار، لكن نتائجها قليلة جدا. وتضيف الصحيفة أن إسرائيل لا تسيطر على شمال غزة أو مدينة غزة، بل على جزء من الشمال وحسب،
وهي بعيدة من السيطرة على مدينة الأنفاق، فتحقيق الأهداف ولا سيما اجتثاث حماس والقضاء على التهديدات من قطاع غزة يبدو بعيد المنال. تدمير إسرائيلي ممنهج يتعرض له قطاع الصيد البحري في غزة على وقع الاستهداف المتعمد من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي أخرجت جميع المرافق والمراكب في القطاع من العمل. أكرم دلول. نحن هنا في مرفأ الصيادين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. على مد البصر في هذا المكان وعلى شاطئ البحر كانت تتمركز عشرات مراكب الصيادين، لكنها تحولت إلى أثر بعد عين، ولم يبقى منها سوى هذه القطع بعد أن دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. تم إنهاء 31 حسكة تدمير كامل، وتم تذويبها بشكل كامل كما نرى باقي قطع منها، لأنها مادة الفيبر جلاس شديدة الاشتعال، ما بالحق الصيادين يجوا بتكون منهية في وقت الحرب وقصف الزوارق الحربية الإسرائيلية، وهذا يعني تدمير للعائلات ومصدر رزقهم بشكل كامل. ستة مرافق للصيادين في غزة. تقول الجهات الرسمية في القطاع إن إسرائيل دمرتها عن سابق إصرار وترصد، ما يعني أن الهدف لم يكن إلا التدمير من أجل التدمير. صيادين منذ 17 عام محاصرين، لا توجد مادة الفيبر جلاس، لا يوجد المكن، لم يدخل قطعيا، معظم مكن الصيادين مهترئ لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته. اجت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على 6 موانئ فدمرتهن بشكل كامل، وتحديدا ميناء غزة أنهتها عن الوجود. الحرب الإسرائيلية على قطاع الصيد البحري في غزة إذن لا تنفصل عن الحرب المدمرة التي طالت كل القطاعات الحيوية التي كانت سابقا تمثل روافد للاقتصاد الوطني الفلسطيني. أكرم دلول، غزة، الميادين. إلى الضفة الغربية، حيث شيع الفلسطينيون في محافظة سلفيد جثمان الشهيد أحمد مصطفى عاصي إلى مثواه الأخير. عاصي ارتقى في قرية بني حسان خلال تصديه لهجوم من المستوطنين المسلحين على البلدة بحماية من جيش الاحتلال، والشهيد أب لستة أطفال، وقد عثر على جثته بين أشجار الزيتون في منطقة الرأس. هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر جهاد عطون في منطقة صور باهر جنوب القدس المحتلة. المنزل كان محاصرا منذ أمس، وتم استخدام جرافة قامت بعملية الهدم، وكان الأسير عطون قد أمضى 4 سنوات ونصف سنة في سجون الاحتلال بتهمة التواصل مع عميل خارجي بعد انتهاء مدة حكمه عام 2015، وصدر حكم بهدم منزله صيف عام 2017. في لبنان، أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ 7 عمليات استهدفت مواقع للاحتلال في كفر شوبة وشبعة وصولا إلى مناطق بعيدة عن الحدود، بينها آلية في قاعدة بيت هيلل، حيث اعترف الاحتلال بإصابة جرحى. وأعلن مركز زيف الطبي الإسرائيلي استقبال 12 إصابة بصاروخ موجه أطلق من لبنان تجاه آلية عسكرية في القاعدة نفسها. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بيت هيلل بعيدة نسبيا عن الحدود الشمالية، وهي ليست ضمن مستوطنات خط المواجهة. كما استهدفت المقاومة عدة مواقع للاحتلال في الساعات الماضية، بينها ثكنة حانيتا وزبدين والرادار ورويسات العالم، إضافة إلى موقعي الراهب ورامية. إذا مشاهدينا، سنتابع الآن هذه المشاهد لما أعلنته سرايا القدس بأنه قصف للمستوطنات الإسرائيلية بصاليات صاروخية اليوم من قطاع غزة. نتابع إذا مشاهدينا هذه المشاهد. Thank you.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة أن قواتها البحرية استهدفت صباح اليوم سفينتين إسرائيليتين في باب المندب. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة يونتي إكسبلورر وسفينة نمبر ناين، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية. وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة. وتجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيان والبيانات السابقة الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية. نشير مشاهدينا إلى العاجل الوارد الآن على شاشة الميادين. رئيس الشباك الإسرائيلي رونن بار يقول سنصفي مسؤولي حماس في قطر وتركيا. العميد سريع كان قد أكد في حفل تكريم أسر شهداء دائرة التوجيه المعنوي في اليمن أن القوات المسلحة ستستأنف استهداف الاحتلال بضربات موجعة وقاسمة حتى يتوقف العدوان على غزة. من يوم الجمعة عاد العدوان الإسرائيلي على غزة، ونحن إن شاء الله في القوات المسلحة مثل ما أكدنا قبل يومين في البيان، وكما أكد السيد القائد يحفظه الله، أن احنا عائدين بإذن الله بضرباتنا الصاروخية والمسيرة على هذا الكيان الصهيوني الغاصب حتى يتوقف العدوان على غزة وحتى يتوقف هذا المعتدي. لأنه لو نشاهد هذا الجرائم ذي بتحدث على غزة، هي نفس الجرائم ذي بتحدث كان علينا قبل في التسع سنوات الماضية. قصف المستشفيات، قصف المستشفيات حقنا، يعني ضرب الأسواق ضربوا أسواقنا، ضرب المدارس ضربوا مدارسنا، ضرب الطرقات ضرب الناس وهم نائمين في البيوت، نفس ما حدث علينا بالذات. يعني نفس المعتدي، نفس القنابل الأمريكية ذي بتصب على رؤوسهم في غزة، كانت نفس القنابل الأمريكية ذي صبت على رؤوسنا وإحنا هنا في اليمن. يعني المعتدي واحد، العدوان واحد، مدير المعركة واحد وهو الأمريكي ذي دار المعركة في اليمن، نفس ذي أدار المعركة في فلسطين. مشاهدين، أكدت مصادر الميادين ارتقاء 5 شهداء من مقاتلي المقاومة الإسلامية في العراق بقصف أمريكي في كركوك شمالي البلاد. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت استهدافها قاعدة أمريكية في سوريا ردا على الجرائم الإسرائيلية في غزة، وقالت إنها استهدفت قاعدة خراب الجير شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية كبيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر. ويأتي الهجوم بعد ساعات من وصول دفعة من التعزيزات الأمريكية إلى القاعدة الواقعة في الحسكة. لتفاصيل أكثر مشاهدينا عن هذا الخبر، خبر ارتقاء 5 شهداء من مقاتلي المقاومة الإسلامية في العراق، معنا من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. أهلا بك معنا عبد الله. إذا ماذا في تفاصيل هذا الخبر أكثر عبد الله؟ وأعتقد أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مقاتلي المقاومة الإسلامية في العراق. قبل مدة ليست بالبعيدة كان هناك شهداء أيضا من كتائب حزب الله، ليس كذلك؟ طبعا هم 5 شهداء ارتقوا بالفعل في جنوب غرب محافظة كركوك. حتى الآن لم يتم تأكيد إن كانت الضربة بالطيران الحربي التابع للقوات الأمريكية أو للجيش الأمريكي، أو أن الضربة قد نفذت بصاروخ من طائرة مسيرة. المؤكد أنهم ارتقوا بفعل هذا الاستهداف وهذا العدوان، وهم 5 شهداء من المقاومة الإسلامية في العراق. ليس أكيدا حتى هذه اللحظة إن كانوا يعني في موقع لتنفيذ هجوم ضد القوات الأمريكية، أو إن كانوا قد عادوا من تنفيذ استهداف للقوات الأمريكية، لكن المؤكد أنهم مرصودون. اللافت أن هذه المنطقة التي ارتقى فيها الشهداء تجاورها منطقة نشاط لمسلحي داعش ذات المقاومة الإسلامية مع حلفائها في الحشد الشعبي والجيش العراقي،
تستمر بعمليات التفتيش الأمني في هذه المنطقة الواقعة في جنوب محافظة كركوك لملاحقة حلول مسلحي داعش. هذا الهجوم الذي تنفذه هذا الاعتداء الذي نفذه الجيش الأمريكي هو الثالث. الأول كان قد ارتقى فيه شهيد في غرب العراق، والثاني 9 بضربة جوية لمواقع للمقاومة الإسلامية في العراق في جرف النصر، وهذا هو الثالث. معلومات الميادين تفيد من أن آخر اتصال هاتفي كان قد جرى بين رئيس الوزراء العراقي محمد الشجاع السوداني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول التطورات التي دفعت بالمقاومة الإسلامية لتنفيذ هجماتها ضد القوات الأمريكية. كان رئيس الوزراء العراقي قد أبلغ الجانب الأمريكي وبلينكن من أن العراق يرفض والحكومة العراقية ترفض أي خرق للسيادة العراقية والمتمثل بالعمليات التي ينفذها الجيش الأمريكي بحجة استهداف المجموعات التي تستهدف وجود المستشارين، مع احترام الحكومة العراقية لتعهداتها بحفظ أمن البعثات الدبلوماسية والبعثات العسكرية بعنوان التحالف الدولي، لكن بغداد ترفض وتعتبر ذلك انتهاكا للسيادة العراقية تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في حال نفذت هجوما استهدفت به مجموعات. تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها تستهدف قواتها سواء في قاعدة حرير أو في محيط مطار أربيل أو عند قاعدة عين الأسد في غرب العراق. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في العاصمة العراقية بغداد عبد الله بدران. مشاهدينا نعود إلى اليمن، ومن هناك ينضم إلينا من صنعاء عبر الهاتف الزميل أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في العاصمة اليمنية. إذن أهلا بك أحمد، ماذا رشح من تفاصيل أكثر عن الإعلان اليمني عن استهداف سفن تابعة للاحتلال الإسرائيلي؟ أحمد يبدو أن الاتصال انقطع مع الزميل. تفضل أحمد. تفضل. نعم. تفضل. نعم عبد الرحمن، من الواضح أننا أمام يعني إعلان عسكري يمني باستئناف العمليات العسكرية ضد سفن كيان الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي عملية نوعية مزدوجة من هذا النوع، يعني تمثلت باستهداف سفينتين إسرائيليتين بالتزامن في وقت واحد أو في يوم واحد كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، وبسلاحين مختلفين، الأولى بصاروخ بحري والثانية بطائرة مسيرة بحرية أيضا كما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية، مع إشارة هذا البيان إلى أن استهداف السفينتين جاء بعد تحذيرهما قبلا ورفضهما في المقابل تلك الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية، وهو ما أكدته طبعا يعني وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية من أن إحدى السفن تلقت بالفعل أمرا من البحرية اليمنية بتغيير مسارها في البحر الأحمر، لكنها لم تستجب لذلك التحذير أو الأمر. أيضا يعني إذاعة جيش كيان الاحتلال أعلنت عن تعرض سفينة مؤجرة لشركة إسرائيلية لأضرار في البحر الأحمر، ما يعني أن السفينة إسرائيلية وهو اعتراف إسرائيلي بملكية هذه السفينة، وإن قالت أنها مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية. وقبل قليل عبد الرحمن صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية تقريبا يعني قالت أن السفينة التي أصابها الصاروخ تعرضت لإصابة خطيرة وتضررت على نحو كبير، وهي معرضة لخطر الغرق، بينما تعرضت الثانية إلى أضرار طفيفة وفق الصحيفة. إذن نحن أمام عملية دقيقة تكشف عن قدرات قوات صنعاء البحرية عسكريا واستخباريا، وتعكس تطورا ملحوظا وتصاعدا، يعني أن نحن أمام منح تصاعدي أيضا في عمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر، وهذا الأمر يشي بقدرة قوة صنعاء على تنفيذ عدة عمليات بحرية نوعية ودقيقة من هذا النوع في آن أو في وقت واحد، ما يعني أيضا أن جميع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب أصبحت في مرمى نيران قوة صنعاء، وهي معرضة للهجوم في أي وقت وفي أي نقطة بحرية كانت مهما كان عدد هذه السفن. لهذا كان هناك تأكيد واضح في بيان قوات صنعاء باستمرار إغلاق البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب أمام حركة الملاحة الإسرائيلية، وربط يعني فتح حركة الملاحة
أو أمام يعني فتح البحر الأحمر أمام حركة الملاحة الإسرائيلية في توقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، مع تأكيد أيضا التحذير لكافة السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيليين باعتبارها هدفا عسكريا مشروعا في حال عدم التزامها ببيانات القوات المسلحة اليمنية في صنعاء. شكرا جزيلا لك الزميل أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في العاصمة اليمنية صنعاء. نعود إلى العراق مشاهدينا، إلى هناك يصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الذي سيبحث مع المسؤولين العسكريين والأمنيين العراقيين أفاق التعاون الأمني المشترك وتعزيز العلاقات بما يضمن ديمومة الأمن القومي للبلدين. محمد الفهد. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في بغداد على رأس وفد عسكري في زيارة رسمية التقى خلالها وزيري الدفاع والداخلية العراقيين بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين. ملفات التعاون الأمني والعسكري المشتركين كانا على رأس أجندة الضيف، ولا سيما المشورة والتدريب والتدريس في الجامعات العسكرية للبلدين. هدف هذه الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الدولتين الجارتين. ليس لدينا أي مشكلة أمنية مع العراق، وهو بالنسبة إلينا دولة جارة وصديقة، وما نسعى له هو تعزيز العلاقات المشتركة عسكريا. أبعاد الزيارة على ما يبدو عسكرية بحتة، ولا سيما أن العراق وإيران لهما مصالح أمنية مشتركة فيما يخص الحدود ومواجهة الإرهاب والتسليح، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من تصعيد خطر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. العراق وكذلك إيران هنالك بعدا استراتيجيا، المصير مشترك، وبالتالي هنالك تداخل في المصالح بشكل واضح من مصلحة الدولة العراقية والجيش العراقي أن يكون امتداده والبعد العسكري ممتد، خصوصا هنالك كما ذكرنا هنالك غرفة عمليات من أجل التصدي للكثير من العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي والشعب الإيراني على حد سواء. الزيارة التي تستمر يومين من المرجح أن تنتهي بمخرجات تعاونية بين العراق وإيران على المستوى الأمني وبناء القدرات العسكرية على نحو يحفظ الأمن القومي للبلدين. يقول مراقبون إن ارتباط العراق وإيران بجغرافيا أمنية مشتركة وتشابه المواقف تجاه كثير من القضايا الإقليمية يجعلان هذه الزيارة استكمالا لاتفاقيات سابقة جرى على أساسها تثبيت المصالح المتبادلة وفق حسن الجوار. محمد الفهد، بغداد، الميادين. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن دعم إيران للشعب الفلسطيني يأتي ضمن إطار الدستور الإيراني وما ينصه عن دعم المظلومين، ورأى ضمن المؤتمر الثاني لمسؤولية تنفيذ الدستور الإيراني أن دعم المظلومين في فلسطين واجب أساسي للحكومة. دعم المظلومين جزء من الدستور الإيراني وواجب على الحكومة الإسلامية، ودعمنا الشعب الفلسطيني وغزة يأتي ضمن هذا الإطار وجزء من أصول سياستنا الخارجية، والتطورات والأوضاع السياسية في العالم والمنطقة لن تؤثر في سياستنا الخارجية والتزامنا بدستورنا. الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني مفضوحة أمام الجميع، ومن دون شك سيأتي الانتقام الإلهي لقتل 6000 طفل فلسطيني وسينهي الحكم الظالم والمزيف للصهاينة. في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية تتواصل أعمال الملتقى الخامس للتضامن مع فلسطين، المؤتمر من تنظيم الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بالشراكة مع عائلة المناضل نيلسون مانديلا تحت عنوان نيلسون مانديلا وفلسطين من مواجهة العنصرية إلى التحرير، وتشارك في المؤتمر شخصيات كبيرة من مختلف قارات العالم. جدي الرئيس نيلسون مانديلا كان يقف مع فلسطين ضد الاحتلال، سعى دائما لحرية كل أحرار العالم وأولهم فلسطين. أدعوكم إلى الالتزام الفعلي بالنضال لتحرير الأقصى وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحيي المقاومة بكل فصائلها في غزة وفي كل فلسطين ولبنان واليمن وسوريا والعراق وطبعا إيران. حقوق الإنسان لا تتجزأ، والإنسان هو نفسه الإنسان سواء كان أوكرانيا أو فلسطينيا، ولكن الغرب يكيل بمكيالين خصوصا أمام الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين.
وخلال مشاركته في مؤتمر جوهانسبرغ، طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي بإدانة إسرائيل على جرائمها ومقاطعتها بالفعل لا الاكتفاء بالكلام. إسرائيل قطعت كل شيء عن غزة وقتلت 74 صحفيا خلال هذه الحرب، بينهم 4 في لبنان. شبكة الميادين قدمت 3 زملاء لنا شهداء، فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيل، وقبلهم مصور رويترز عصام عبد الله. يريدون إسكات أصواتهم وصوت أي شخص يفضح جرائم إسرائيل وسلوكها الوحشي. البابا فرانسيس أعرب عن أمله التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبديا أسفه إزاء تردي الوضع في المنطقة. من المؤلم انتهاك الهدنة، هذا يعني الموت والدمار والبؤس. لقد تم إطلاق سراح العديد من الرهائن، لكن كثيرا منهم ما زال في غزة. نفكر بهم وبعائلاتهم بعدما عاد لها أمل لقائهم مجددا. هناك كثير من المعاناة في غزة نتيجة نقص في الأساسيات الضرورية. نأمل أن تتمكن جميع الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وإيجاد حلول أخرى غير استعمال الأسلحة ومحاولة اتباع أساليب شجاعة وصولا إلى السلام. في السويد نظمت وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني في مدينة غوتنبرغ. المشاركون رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على القطاع المحاصر. ودعت الكلمات التي ألقيت خلال التظاهرة إلى محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية في غزة. إسرائيل كومرينت كذلك شهدت كندا تظاهرات حاشدة وسط مدينة تورونتو تضامنا مع فلسطين. التظاهرة التي بدأت في ميدان ناثان فيليبس وامتدت عبر الحي المالي وأغلقت الطرق وعرقلت حركة المرور، ردد المشاركون فيها الشعارات الداعمة لغزة والمنددة بتجدد العدوان الإسرائيلي. ننتقل مشاهدينا لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني. المقاومة ستدخل مرحلة جديدة وسوف يتوسع النشاط العسكري في المنطقة محتمل، وهناك تحذيرات كبيرة من ذلك، وأولئك الذين يبحثون عن الحرب عليهم أن يوقفوا مجازر الأطفال والنساء. وأيضا ندعو جميع الدول الإسلامية في العالم أن يقوموا لإيقاف الحرب، أن يضغطوا باتجاه أن افتتاح معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم لإرسال الأدوية والغذاء والوقود إلى غزة ومواجهة النزوح الإجباري في غزة والضفة الغربية. في بعض الوثائق التي جاءت في عمليات طوفان الأقصى من قبل المقاومة عرضت وتم الاستيلاء عليها بعض أجهزة الحاسوب التي قام رجال المقاومة بضبطها وإحضارها، أن الكيان الصهيوني يبحث ويسعى إلى أن يقوم بتهجير أهالي غزة
إلى أقسام من مصر وأيضا القسم الآخر إلى الأردن. نحن نتمنى أن الإخوة في مصر أن يقوموا بفتح معبر رفح بشكل فوري وجدي ويمنعوا تحقيق هذه المؤامرة الصهيونية ضد سيادة الأردن ومصر. وأيضا أريد أن أؤكد أيضا أن تشكيل المحكمة العسكرية ومحاكمة الجنات الصهاينة هو مطلب شعبي وعالمي، ولأن هناك دعاوى مقدمة من بعض الدول للمحاكم الدولية ضد الكيان الصهيوني منها الجمهورية الإسلامية، وبالتنسيق مع عدد من الدول تم القيام بهذه الخطوة، ونتمنى أن نشهد محاكمة الجنات الصهاينة على جرائمهم، جرائم الحرب التي اقترفوها في 50 يوما الماضية والتي بلغ ضحاياها 16,000 شهيد في غزة والضفة الغربية من المدنيين من النساء والأطفال. مرة أخرى الجهود البناءة لزميلي ونظيري السيد بور سعيدي وزير الخارجية العماني في هذه المسألة أشكره شكرا جزيلا. الجمهورية الإسلامية لا تبحث أبدا عن توسيع رقعة الحرب ولا تسعى أبدا للتوتر في المنطقة، لكنها وفيما يتعلق بالذين يشعلون فتنة الحرب في المنطقة ويبحثون عن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية فإنها تقدم التحذير بشكل جاد الآن، وما دامت الفرصة متوفرة إن أمريكا والكيان الصهيوني عليهم أن يوقفوا جرائمهم في غزة والضفة الغربية. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي معالي الوزير الدكتور حسين أمير عبد الهيان وزير الخارجية على حسن استقبالكم المعهود لنا والوفد المرافق وكرمات والتعاون الثنائي بين البلدين، وأيضا التشاور حول التطورات الإقليمية والدولية. العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا شك أنها تنمو بوتيرة جيدة وتنمو في مختلف المجالات وعلى أسس قوية، أسس حسن الجوار والثقة المتبادلة والقيم الأخوية والدينية السمحة التي تجمع البلدين، وبما يعود بطبيعة الحال بالمنافع المتبادلة علينا وعلى البلدين والشعبين الشقيقين والصديقين. كما ذكرتم معالي الوزير، ستعقد الدورة 20 للجنة المشتركة بين البلدين هنا في طهران، وقد شهدنا بالفعل في الآونة الأخيرة تطورات إيجابية في التعاون الثنائي في مجالات عدة، في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية وفي مجال الثقافة والتعليم، ونتطلع دائما إلى مستقبل أكثر ازدهارا للعلاقات، خاصة في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة وفي مجال الأمن الغذائي، الأمن المائي، في
في مجال الرعاية الصحية والدوائية. نحن متفائلين جدا بفضل توجيهات القيادة في كلا البلدين لمتابعة هذه الملفات للتعاون، وستشهد إن شاء الله المرحلة المقبلة مزيد من النمو في التبادل التجاري والثقافي والاقتصادي. نحن نؤمن بأهمية التشاور المستمر والبناء بين البلدين كوسيلة من الوسائل تعزيز التفاهم المتبادل لمواجهة مجمل التحديات في المنطقة والتحديات العالمية بشكل عام. كما تفضل معالي الوزير، بحثنا مستجدات الأوضاع المأساوية في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين وتستهدف المرافق العامة والمستشفيات والمدارس. ونحن ندين ونستمر في استنكار وإدانة هذا العدوان الغاشم، وخصوصا استئنافه بعد فترة الهدنة القصيرة التي شهدناها. كما نود أن نغتنم الفرصة للتجديد التحية لصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته النفيسة التي يقدمها، وصلواتنا للشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. لقد أكدنا على مواصلة كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية مع تكثيف مطالبتنا للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لوقف هذه الحرب واستعادة السلم والأمن والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وإغاثة السكان بكافة احتياجاتهم المعيشية والعلاجية. الأزمة هذه تتطلب جهود دولية متواصلة ومتضافرة، ونحن في سلطنة عمان نؤكد على أهمية هذا الحراك الهادف في آخر المطاف إلى إحلال السلام والاستقرار. وفي هذا السياق نتطلع إلى استمرار العمل بشكل وثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبقية الدول الشقيقة والصديقة والأطراف الإقليمية الأخرى لتطويق الأزمة وتوجيه أنظار العالم لمعالجة أسبابها الكامنة في الاحتلال الإسرائيلي الوحشي للأراضي الفلسطينية والعربية. فلا يمكن على الإطلاق، لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وكل ذلك من أجل تحقيق العدالة وما يمليه الضمير الإنساني وكافة القيم والأخلاق الدينية والإنسانية. شكرا معالي الوزير مرة أخرى على استضافتكم لنا هذا المساء، وشكرا للأخوة والأخوات من الإعلام، من الإعلاميين المتواجدين. إذن مشاهدينا، كنا وإياكم مع هذا النقل المباشر للمؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني. النشرة وصلت إلى ختامها مشاهدينا، إلى اللقاء.